السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. طبعا بعد ما خلصنا بقى وبدأنا في مرحلة التالتة والدولة قالت لك مفيش بقى وزير تموين على المصالح قالك مفيش مرحلة رابعة بس في 21 معيار وخمس فئات. مين بقى اللي هيطبق عليهم الكلام ده؟ في خمس فئات 21 معيار حاجة جديدة. التموين بتعمل خطة جديدة للدعم. الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين نظم التكنولوجيا والمعلومات. المرحلة الثالثة من معايير حذف غير مستحقين التي جرى إعلانها في الثاني من إبريل هي المرحلة الأخيرة وأنه لن يكون هناك مرحلة رابعة. طب وبعدين يا دكتور؟ قال لك في تصريح خاص له عقب انتهاء هذه المرحلة يا جماعة تعلن حقبة جديدة من الاستبعادات استمرارا لعملية التنقية تتضمن 21 معيار وبناء عليه بيقسم مستحق الدعم لخمس فئات تمام وتمنح كل فئة قدر معين من الدعم لدرجة احتياجاتها. طب الفئة الأولى اللي هي فئة ألف مثلا هتاخد 200 جنيه والفئة باء هتاخد 150 جنيه وهكذا هتمشي بالترتيب ده لغاية خمس فئات. وبرضه الكلام ده كله هنوضحه في فيديوهات جاية إن شاء الله بس الدكتور عمرو مدكور أو أي تصريح للوزير هنقوله عشان يبقى إيه مصداقية. وأوضح المستشار وزير التموين إنه وفقا للدراسة التي يتم عليها العمل حاليا من قبل عدد من أساتذة الجامعة متخصصين في الاقتصاد بقى والاجتماع وعلم النفس والكلام ده كله سيتم منح المواطن مستحق الدعم. ركز قوي في دي مستحق الدعم دعما تدريجيا مش كل الناس هتاخد زي بعضها. يعني معناها ان التموين هيتقسم ل 21 معيار وخمس فئات. وموعد تطبيق الخطه الجديده دي توزيع الدعم ان شاء الله الدكتور عمرو مدكور قال الوزير بيتابع كل الكلام ده في دراسه ويأكد انه لن يتم بعد انه لم يتم الا بعد تحديد موعد للتطبيق وانه سيتم الاعلان عنها ان شاء الله لما يصدقوا عليها ان شاء الله لما هتخش طبعا رئاسه الوزراء والوزراء يكملوا عليها والكلام ده كله. والدكتور عمرو مصلحي وزير التموين طبعا اعلن بدء المرحله الثالثه اللي هو الحذف غير المستحقين واحنا كنا قلنا اللي هم السبع معايير المعروفين اللي مثلا واحد عنده مصروفات مدرسيه لاحد ابنائه 30,000 جنيه او من يبلغ متوسط المصروفات لاكثر من طفل 20,000 جنيه او اللي عنده ارض زراعيه 10 افدنه فاكثر او اللي بيسدد ضرائب 100,000 جنيه فاكثر او اللي عنده شركات راس مالها 10 مليون جنيه او من يمتلك اكثر من سياره موديل 2011 او من يمتلك موديل 2015. وسايب لك باب التظلمات مفتوح كله. هتقول لك ايه؟ فيما يتم اتاحه امكانيه تظلم من تنطبق عليهم احدى المعايير عبر موقع الكتروني اللي هسيبه لكم تحت الفيديو اللي هو دعم مصر. يبقى معناها يا جماعه في خمس فئات و21 معيار قادمين في التموين الخطه الجايه. امتى الكلام ده؟ لسه ما تمش الاعلان عنه، ان شاء الله قريبا هنوصل مع الوزاره ونتواصل معاهم ونقول لكم الاخبار اول باول من مصداقيه ومن ناس مسؤوله عن الكلام ده. ان شاء الله في قناتكم قناه اجيال اندلس كل جديد وكل حقيقي ولا جدال فيه. ان شاء الله من قلب الحدث من مكان التموين نفسه. انشر الفيديو حتى تعم الفائده، انتظر كل جديد، فعل الجرس حتصلك جميع اشعاراتنا اول باول، واعمل لايك لو عجبك الفيديو. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.